السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح ولا فيديو تاعي تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديده ان شاء الله يا ربي تعجبكم. راح ندير معكم لا سوب. هاد لا سوب بزاف بنينه اقتصاديه والاهم انها مفيده للصحه. بالنسبه للمقادير نحتاج هنايا حبه كبيره تاع البصل، كنت قطعتها اونامال كيما راكم تشوفوا، سينو ديروا جوج حبات صغار. عندي هنايا جوج حبات كبار تاع زرديه وجوج حبات تاع بطاطا. نحتاجو زوج سنينات تاع الثوم، جومبو راح نستعمل تاع الدجاج. عندي هنايا الزيت وكميه قليله تاع الزبده، ولا تحبوا تستعملوا السمن. الفرماج باه نديرو ومن بعد في الاخير. وعندي هنايا بالنسبه للتوابل نحتاجو سكنجبير، فلفل كحل والملح. فوالا البنات، نحطو حوالي ربع مغرف كبار تاع الزيت ونديرو مغرف تاع الزبده، نخلوهم يذوبوا. فوالا البنات كيما راكم تشوفوا الزبده والزيت راهم سخنوا. هنا نضيفو البصل تاعنا، نحركو البصل تاعنا ونخلوه يتقلى مليح. هنايا نضيفو الثوم تاعنا، نقسمو الحبه على جوج. وهنايا نخليو الثوم والبصل يتقلاو شويه. في هذه المرحله نضيفو الجومبو ونحركو عليهم. فوالا البنات، بعد ما تقلى لي البصل والثوم والجومبو نضيفو البطاطا والزروديه، وهنايا نضيفو التوابل تاعنا ونحركو عليهم. فوالا البنات، هنايا بعد ما تقلاو لي الخضر راح نضيف هنايا كميه تاع الماء، ما نكثروش بزاف. كيما راكم تشوفوا هنايا نديرو قساس ما يتغطى الخضره تاعنا، ممكن نغلقوا عليها ونخلوها طيب حوالي ربع ساعه، ونعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. كيما راكم تشوفوا هنا البنات، الليجوم تاعي راهو طاب. واش رايحه ندير؟ درت له هنايا زوج حبات تاع الفرماج، ورايحه نميكسي لا سوب نتاعنا. انا هنا لا سوب راني قسمتها على زوج، دونك هاد الكميه راح تدي لي حوالي ربع حبات تاع الفرماج، يعني ما كثرش بزاف. ونميكسيو لا سوب نتاعنا. فوالا البنات، هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم. ان شاء الله يا ربي الوصفه تكون نالت اعجابكم. كيما راكم تشوفوا جا خفيف وظريف. فوالا، نتلاقاو في فيديو جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه.